قريبا انتظروا بث المهرجان السابع، الحسين علم تقوى وسطية أخلاق، ميسان الثلاثاء الثاني من صفر لعام 1441 هجرية في الساعة 7:30 مساء، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، وتحت شعار عاشوراء قرآن تربية أخلاق عزاء. وسيتضمن المهرجان تلاوة القرآن ومحاضرات وعظ وإرشاد وبحوثا حوارية مستوحاة من فكر السيد الأستاذ وقصائد حسينية تربوية، وبمشاركة نخبة من الباحثين والقراء والرواديد والذاكرين من الشباب والأشباب. لمشاهدة البث المباشر على المركز الإعلامي.